بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي لملتقى ضباط وخالة توار 17 فبراير. نحن توار 17 فبراير المجتمعين في هذا الملتقى بمدينة غريان المجاهدة، والذين يمثلون كافة أنحاء ليبيا، ونظراً للحال السيئة الذي آل إليه وطننا الحبيب ليبيا، التي قدمنا من أجلها آلاف الشهداء لكي ينعم الشعب الليبي بالحرية والعيش الكريم، وفي الوقت الذي نستنطر فيه شباب الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار الذين فارقناهم أثناء معاركنا ضد النظام الدكتاتوري البائد، وأثناء معاركنا ضد القوى المضادة للثورة في أنحاء البلاد، فإننا في هذا اليوم نعلن أمام الشعب الليبي والعالم أجمع ما يلي: أولاً، نعلن عن اتحادنا وانضوائنا تحت قيادتنا الجديدة الموحدة، وهي القيادة العسكرية الوطنية لكتائب ثوار 17 فبراير، اعتباراً من تاريخ هذا البيان، والتي سوف نعلن عن تشكيلها ومهامها خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. ثانياً، نؤكد على أن ثورة 17 فبراير ما تزال مستمرة، وأن أغلب ثوارها ما زالوا باقين على العهد ومستعدين للتصدي لأعداء الوطن، ونؤكد على أن أسلحتنا ما تزال بأيدينا، ولن نسلمها إلا إلى قيادة سياسية مدنية منتخبة ضمن التداول السلمي على السلطة، ويرضى عنها الشعب الليبي ويختارها بكامل حريته. ثالثاً، نعلن تأييدنا للتجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير الذي تم الإعلان عن قيامه في مدينة الزاوية المجاهدة بتاريخ 29/12/2018، ونعتبره هو القيادة السياسية التي نعمل من خلالها لقيام الدولة الليبية المدنية القادرة على صنع الرؤية الصحيحة لإخراج وطننا من المأزق. رابعاً، نرفض رفضاً قاطعاً عودة حكم العسكر بكل أشكاله وصوره، ونتمسك بحق شعبنا في الدولة المدنية التي يقودها الخبراء المستقلون. خامساً، نعلم الشعب الليبي الكريم والعالم أننا ضد استخدام السلاح لإرهاب الليبيين والاعتداء على حرماتهم ودمائهم، ونعاهدهم بأننا لن نستخدم أسلحتنا إلا دفاعاً عن الحق. سادساً، إننا نؤمن بأن لغة السلم والمصالحة والعدل هي الأنسب للنهوض بوطننا من كبوته والرجوع به إلى طريق التنمية والتقدم، ويبقى سلاحنا جاهزاً للدفاع عن الوطن. سابعاً، نؤكد على وجوب قيام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن في العاصمة طرابلس خاصة والمدن الليبية كافة، حتى نعكس الوجه الحضري الذي يرتكز على استقلالية القضاء وسيادة القانون. ثامناً، نؤكد على وجوب تحرير كافة السجناء والمعتقلين بطرق غير قانونية، كما أننا نرفض جميع
أشكال الإخفاء القسري وحجز الحريات للمواطنين الليبيين. تاسعاً، ندعو إلى إتاحة الفرصة لجميع المواطنين الليبيين النازحين داخل البلاد وخارجها للرجوع إلى وطنهم ليبيا وإشراكهم في إعادة البناء وطي صفحات الإحقاد والجراح لكي تعيش أجيالنا القادمة في أمن وسلام بعون الله. عاشراً، إننا ندعو ونصر على وجوب تصحيح مسار ثورة 17 من فبراير الذي انحرف به الذين وثقنا بهم وسلمناهم قيادتنا السياسية وتعففنا عن مشاركتهم في السلطة، ولكنهم خانوا الأمانة وأثروا المناصب والكراسي والمرتبات الكبيرة والمصالح الشخصية على خدمة الشعب الليبي الذي عانى الويلات من الحكم العسكري المستبد. ونلفت أنظار هؤلاء الطغاة الجدد إلى أننا مستعدون للتضحية بأرواحنا من جديد في سبيل حرية شعبنا وكرامته، وقد أعدر من أندر. حادي عشر، نطمن إخواننا من الضباط وضباط الصف والجنود بالمؤسسة العسكرية والأمنية والشعب الليبي كافة بأننا نؤمن بالجيش الليبي الواحد، ولسنا بديلاً عن المؤسسة العسكرية، ولا نسعى إلى إقصاء أحد في شرق بلاد أو غربها أو جنوبها. ثاني عشر، نطالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا من جرائم على يد ميليشيات الكرامة التي يقودها مجرم الحرب خليفة حفتر، وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ناهيك عن انتهاكهم لنظام الجزاءات الدولية المفروضة على ليبيا. ثالث عشر، نطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى ليبيا لتتولى التحقيق في الأحداث التي حصلت في ليبيا منذ الإعلان عن الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة الشرعية عام 2014 وحتى الآن، والوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية عن كذب. رابع عشر، نطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بضرورة تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن في مجال تقديم الدعم والمساندة لإدماج الثوار في مؤسستي الجيش والشرطة، وندعوها إلى التواصل المباشر مع القيادة التي ستفرز بعد هذا الملتقى لبحث ومناقشة الاستراتيجيات المؤدية إلى ذلك، ودون أن نغفل دور مؤسسات الدولة الرسمية في الخصوص. وختاماً، فإننا نؤكد بشدة على أن هدفنا الرئيسي الأساسي هو إنقاذ وطننا الحبيب ليبيا مما يعانيه من ظلم وفساد، وإتاحة الفرصة لأجيالنا الصاعدة لكي يعيشوا الحياة الكريمة التي يستحقونها، والله ولي التوفيق. صدر في غريان اليوم السبت الموافق 9/2/2019.